استاذ وليد بقى، يعني من وجهة نظر حضرتك كمعاون تنفيذي لوزير التمويل استاذ محمود، ايه المشاكل بقى اللي حضرتك بتقابلها؟ بص يا فندم، الحمد لله احنا في الفترة اللي فاتت دي نحاول بقدر الامكان ان احنا نلم جوانب منظومة طيب نتكلم الاول على المشاكل، عايزين نسرد الاول المشاكل وايه الحلول اللي بص بالفعل، يعني خلينا كده صراحة وخلينا غير اي مسؤول بيطلع يقول لا الدنيا الحمد لله زي الفل والدنيا جميلة والدنيا بامبي والكلام ده كله. ما المشكلة ان الشارع ما بيقولش كده، لا يعني احنا المشكلة ان المسؤولين بيقولوا لكن الشارع الناس بتقول حاجة تانية. انا بقول لحضرتك احنا لازم نعترف، احنا في الفترة اللي فاتت اي نعم كان في نقص في بعض السلع واهمها السلع الاستراتيجية مثل سلعة الزيت وسلعة الرز وسلعة السكر، وإن كان السكر فيه تعقيب إن الحمد لله السكر متوفر. على جميع مستوى المخازن. هو الفكرة مش إن هو متوفر بس شركات السكر نفسها عندها مشكلة. يا فندم ده في شركات سكر ترعى متربحة، يعني في شركات سكر. طب يعني ليس حقيقيا ان شركات يعني السكر عندها مشكله؟ الشركات اللي خدت من البنك المركزي ودي شركات وطنيه عشان تسد المرتبات. لا ما فيش عجز الحمد لله، يعني يمكن احنا منزلين اخبار لو حضرتكم متابعين اخبار وزاره التموين ان شركات السكر الحمد لله قافله السنه دي على فائض ارباح الحمد لله يعني. فخلينا حتى الوطنيه منها الشركات المصريه الوطنيه. فخلينا دلوقتي نتكلم في وزاره التموين قابلته في الشهرين اللي فات دول، اللي هم اولا نقص سلعه الزيت وللحمد لله والشكر لله ابتدى يبقى فيها انفتاح ويبقى فيها فراجه كبيره جدا. كان ايه سبب الازمه دي؟ كان ايه سبب؟ كان سبب الازمه رقم واحد سوء الاحوال الجويه. ماشي، لان طبعا الحاجات دي بتيجي المستورد. 95% من استهلاك المواطن المصري بالنسبه للزيت بيجي استيراد. تمام. فالفتره اللي فاتت دي كان في سوء احوال جويه كتيره وكانت في بضاعه متركنه كتيره جدا داخل الجمارك المصريه وابتدت ان هي تتجمد، فعشان تفك التجمد بتاعها ده وترجع تاني تتصنع داخل المصانع دي بتاخد فتره. الحمد لله ابتدينا نقضي على الكلام ده وابتدينا ان احنا نحل ازمه الزيت. وزير التموين كان من ايام كان بيتكلم على ان يبقى في منظومه ان الزيوت دي يتم انتاجها واستخلاصها محليا، وده هيقضي على الازمه ان شاء الله وباذن الله، ده تحت الدراسه. انما في الفتره الحاليه هو طبعا هيبقى صعب شويه، لان زي ما قلت لحضرتك ان 95% من انتاج من استهلاك المواطن المصري للزيت بيجي عن طريق الخارج، بيجي عن طريق الاستيراد. طيب وفيما يخص الارز الحمد لله برضو ابتدت الانفراجة بتاعت الرز تبان سنة، يمكن هو كان في مشاكلها. تحفظ هل برضو سبب المشكلة الأساسية ان كان في تحفظ من بعض الموردين للرز ان هم يخلوا عندهم الرز، طبعا دي فترة تصدير فابتدى ان هو يخزن الرز عنده، ابتدى ان هو يغالى في الاسعار، ويمكن احنا ده اللي لامسينه على ارض الواقع ان الرز من 3400 ل 3800. احنا بنتكلم عن ان كيلو رز بيتباع بيتباع عند التجار التموينين ب 4 جنيه. مظبوط. طب ما هي ما فرقتش كتير عن السوق. طب هو كسبان ماشي، ما انا لما اجيب الرز ده من المورد اللي المفروض ان هو هيصدره فانا بضغط عليه وبحاول ان انا بقدر الامكان اخد الكميه اللي عنده عشان انزلها واوفرها للمواطنين. بس ابتدى يبقى في انفراجه بالفعل للمشاكل اللي كانت موجوده. ابتدى يبقى في انفراجه في الزيت، انفراجه باينه جدا. ابتدينا ندخ داخل المخازن في جمهوريه مصر العربيه كل يوم اكتر من 3000 طن. ابتدى يبقى في انفراجه ملموسه في سلعه الرز، ابتدينا ندخ 2000 طن داخل المخازن في جمهوريه مصر العربيه، وزي ما قلت لحضرتك يمكن احنا بيتضغط علينا برضو ان احنا بنشتري الرز ده بسعر اعلى، يعني يمكن السعر بتاعه رفع جدا عشان بعض الموردين قافلين على الرز ومش عايزين يطلعوه عشان التصدير بتاعهم. فابتدى ان السعر يعني فوق ال 4 جنيه. لحظه واحده، فوق ال 4 جنيه اللي الناس بتدفعها انتوا بتدفعوا كمان دعم تاني؟ ايوه طبعا. طيب بس هو اسعاره من غير الدعم يمكن مقاربه جدا لل 4 جنيه. لا هو لا اسعاره كانت اقل من كده، يعني يمكن سعره كان في السوق للمستهلك 3 جنيه ونص. كان 3 جنيه ونص، دلوقتي بقى تجاوز الرقم ده بكتير. يعني تم تعديل نسبة الدعم؟ مش تم تعديل نسبة الدعم، أنا كحكومة بحاول إن أنا أوفر للمواطن المصري سلعة زي سلعة الرز، وإحنا عارفين إن هي سلعة من السلع الاستراتيجية، فبضطر إن أنا أضغط على نفسي كحكومة، أضغط على المورد اللي هو بعض الموردين ويمكن ليهم اسمائهم وليهم ثقالهم داخل جمهوريه مصر العربيه، ابتدى ان هم يرفعوا السعر زي ما قلت لحضرتك من 3400 جنيه للطن ل 4000 جنيه ل 4200 جنيه للطن، واحنا برضو مجبرين كحكومه ان هي تنزل سلعه الرز ب 4 جنيه للمواطن. طيب.